شفتك افتحي للتصوير. عيد مصري قديم و40 ظهور السيد المسيح في ارض مصر، وفي العيد ده بنحتفل بيه في الكنيسه القبطيه القدسيه الكنيسه المصريه، بنحتفل بيه منذ القرن الرابع الميلادي، وان كان الحدث نفسه تم في القرن الاول الميلادي. وحدث ظهور السيد المسيح الى ارض مصر امتياز وانفراد يخص بلادنا الحبيبه مصر. السيد المسيح اتولد في فلسطين، وبعد ولاده بوقت قصير جدا بشهور قليله ابتدى يجي مصر مع القديسه مريم العذراء ومع القديس يوسف النجار من اجل الامان. عشان كده بنقدر نعتبر السيد المسيح اول لاجئ جاء الى مصر طلبا للامان في رجوع بلادنا. نعتبره في نفس الوقت هو اول سائح يزور مصر ويتجول، انجاز هذا التعبير، يتجول في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، والاهتمام بمحطاته والاعمال اللي تمت. واحنا شايفين هنا امور جديده كلها واضافات جديده جعلت المكان جذاب للسواح، وجعلت المكان مبارك، وجعلت المكان يبين حفظ مصر في التراث الإنساني والتاريخي والجغرافي الكبير. ربنا يبارك بلادنا ويبارك كل حياة الشعب المصري، ويعطينا دايما إن أيامنا كلها تكون أيام عادية. كل سنة وأنتم طيبين.